ازيكم يا شباب؟ النهارده جايين نكمل قصه ثانوس ينتصر. النهارده المواجهه ما بين الاب وابنه، الطاغيه والابن الجاحد. بس طبعا قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك، لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وما تنساش تعمل سبسكرايب لو لسه اول مره في القناه، وتفعل لي جرس التنبيهات، ويلا بينا. منبوذ، حساله، ضعيف، لا حول له ولا قوه. ثانوس عايش زي الكلب، منفي على كوكب تايتن المهجور، بيصطاد الفيران وبياخدهم لكوخ القذر وبيتغذى عليهم. هو ده أكله، ده لو لقاه أصلا. وزي ما ثانوس بيفترس الفيران الصغيرة، ففي مفترسين عايزين يفترسوه برضو بعد ما أصابوا الضعف والهوان. بيظهر فار عملاق بينقض على ثانوس الضعيف، بيحاول ياكله. ثانوس بيمسك رمحه الضخم بيرميه على الفار، بس الرمح بيرتد من جسمه، وأول ما الفار قرب منه عض إيد ثانوس ورماه على الأرض، ولسه هينهال عليه ياكل من لحمه. ثانوس بيمسك حجر عملاق وبيهشم بيها راس الفار الحقير وبيكسر دماغه، وبيسقط قدامه جثة هامدة. ثانوس بيمسك قطعة من القماش بيربط بيها ايده المجروحة، بيحاول يشفي جروحه، بس بيكتشف ان النار اللي حواليه انطفت، ومفيش اي وسيلة او طريقة يولع بيها نار تدفيه في الليالي المظلمة. ولما ما تبقاش اي مصدر للحرارة، ثانوس بقى مجبر ينام في عز البرد، بيحاول يدفي نفسه بجسمه. بتتوالى الايام، ثانوس بيخرج يصطاد، بيحاول يدور على اكل يبقيه على قيد الحياة، بس محاولاته كلها بتفشل. الجرح اللي في ايده بيعفن وقوته بتضعف يوم بعد يوم. ما بيلاقيش اي حل غير انه ينهال على جثة الفار العملاق، ياكل من لحمه العفن، بس كل ما بياكل منه كل ما مرضه بيزداد قسوة والالم بيرجع تاني وبياكله. بتعدي الايام وثانوس ما بقاش حتى قادر يتحرك. بيظهر اتنين من قطاع الطرق، واحد فيهم بيقوله ان دي منطقتهم ولازم يمشي من هنا. ثانوس بكبريائه بيرد: منطقتكو؟ العالم ده كله بتاعي، انا ثانوس. الاتنين بينهالوا عليه بالضرب، بيركلوه في راسه وبطنه وبيضحكوا عليه. واحد فيهم بيقول: لو انت ثانوس فانا الاسطورة ستار لورد. بتتوالى الضربات على الطاغية الضعيف، وبعد ما بيسقط الاتنين بيسيبوه بيدوروا في حاجته، وبيلاقوا لحم فريم ميتة وخوذة ثانوس. واحد فيهم بيلبسها وبيقول: شكلها حلو عليا، انا دلوقتي ثانوس العظيم. التاني بيرد: بس ايه اللي جاب الخوذة دي مع الحقير ده؟ تفتكر ان ده فعلا ثانوس؟ انت اتجننت؟ ايه اللي هيجيب ثانوس هنا ويخليه بالحالة دي؟ مستحيل يكون هو. وبيستمروا في ضرب ثانوس لغاية ما بيظهر ضوء قوي من سفينة فضائية بتخلي قطاع الطرق يهربوا، وما بيتبقاش غير ثانوس اللي منتظر اللي جاي في رحلته. بيخرج من المركبة نيبولا وإيروس وترايكو. إيروس بيبص على ثانوس وبيقول له: أنا مش مصدق إني ممكن أقول كده، بس إحنا محتاجينك تنقذ الكون. من أيام قليلة فاتت الكوكب الصغير في لافين 6 بيجمع جيوشه كلها، لما وصل لهم إن ثين مسك العرش. لافين 6 معروف بأنه أقوى جيش في المجرة، وكان مستعد للقضاء على ثين، بس للأسف ثين ما خدش غير ثواني معدودة عشان يهزمهم ويدمر كوكبهم بالكامل. في كوكب تايتن ثانوس بيسأل: انت ليه بتقولي كده؟ إيروس بيرد: لان احنا محتاجين مساعدتك عشان نقتل ابنك. نيبولا بتتدخل: لا، الحاجة الوحيدة اللي خلتني اجي هنا اني اقتل ثانوس. وبتلكم ثانوس بمنتهى القوة في دقنه، وهنا ترايكو بيجري عليها وبيمسكها ويوقفها، بيقول لها انهم محتاجينه، بس نيبولا بتتغاظ اكتر وبتضرب ترايكو بركبتها بمنتهى القوة في منطقة الحساسة لترايكو، وبتمسك السكينة وبتجري على ثانوس عشان تقتله، بس إيروس بيوقفها وبيستخدم عليها قدراته الذهنية وبيتحكم فيها وبيقول لها: انت مش عايزة تقتليه، اهدي شوية. نيبولا بتتوتر وبتقول له: فعلا انا هادية، مش عايزة اقتله. هنا ثانوس بيضحك وبيقول لها: اخويا استخدم عليكي الاعيب الصغيرة. نيبولا بتفوق من التحكم العقلي لإيروس وبتوجه سكينتها على وشه وبتقول له انه لو استخدم عليها قدراته تاني هتقطع لسانه. ثانوس بعديها بيبدأ كلامه بيقول: ابني عمل تحالف مع ليدي ديث بنفسها، هي السبب في اني اكون عيان قدامكم، هي السبب اللي خلت ثين يحصل على قوة فينيكس. لو انا قدرت اقضي على ثين وخدت قوته، ايه اللي هيوقفني من اني اقتلكم كلكم؟ خصوصا انكم تعاونتوا معايا في الاول عشان تقتلوني، ودلوقتي جايين تطلبوا مساعدتي. إيروس بيرد: مش هتقتلني طبعا عشان انت اخويا، عشان بتحبني. اسمع، احنا هنا في وقت أزمة، وثين معاه قوة مهولة، قوة آلهة، وما نعرفش هيعمل بيها ايه، لازم نقضي عليه. ثانوس بيوافق على أرضهم وبيقول لهم: أنا هرجع اللي ضاع مني، هرجع قوتي كلها، لازم نروح لساحرات فيندينج، هم هيرجعولي قوتي. إيروس بيقول له: أنت مجنون؟ الساحرات دي مجرد أسطورة مش حقيقية.
ثانوس بيرد: لا هم موجودين، لما كان معايا القفاز الأحجار الكونية كنت حاسس بوجودهم على حافة الكون. إيروس بيرد: لو موجودين فعلا فكده القصص اللي بتتقال عليهم حقيقة، انت عارف انهم حراس الآلهة، عارف انك لما تعمل معاهم صفقة ممكن تخسر روحك. انا خسرت روحي من زمان يا اخي، ما بقاش يفرق معايا كلامك ده. اما في البلاك كوردنت، وقف ثين على برج قصره العالي وجنبه ليدي ديث. إمبراطورية شيار بتتعاون مع حلفائها، عايزين يقضوا عليه. ليدي ديث بتقوله: قدومهم قرب يا حبيبي. ثين بيرد: أنا عارف وهيفضلوا ييجوا لغاية ما موت، بس أنا حاسس إن في حاجة غلط، في حاجة ناقصة، أنا لسه ما خلصتش على أبويا، أنا محتاج أقتله. ليدي ديث بترد: ماشي يا حبيبي، بس بعد ما نخلص على جيش إمبراطورية شيار هنروح كوكب تايتن ونخلص عليه، بس خلاص هم وصلوا أهو. ثين بينقض على جيش الإمبراطورية، بيقتلهم ويدمرهم كلهم، وهو بيصرخ لليدي ديث: حياتهم كلها بقت ليكي خلاص. أما في مركبة إيروس، رحلتهم خدتهم لأظلم مكان في الكون، قدامهم طريق مجهول، والمركبة ابتدت تحس باضطرابات خطيرة أكنها بتتوسل ليهم يرجعوا. ثانوس بيوضح للباقي إن الساحرات أقدم من الآلهة نفسهم، ولما أي إله قوته بتضعف الساحرات بيقولوا وبيتغذوا على روحه وطاقته وبيرجعوا الطاقة دي تاني للكون. المركبة بتتسحب داخل الثقب أسود عملاق، إيروس بيوقف المركبة، بيلبس خصته الفضائية، هو وثانوس بيقتحموا الثقب ده لوحده وبيقول لنيبولا وترايكو يفضلوا في المركبة مستنيينهم، ولو مرجعوش في خلال ساعات قليلة لازم يهربوا فورا من المكان ده. ثانوس وإيروس بيخرجوا من المركبة وبيبتدي الثقب الأسود يسحبهم لمكان مجهول. في حاجة غلط بتحصل، في خطر قادم حاسين بيه. الاتنين بيتسحبوا جوا الثقب الأسود وبيسقطوا على أرض صلبة، وبتظهر قدامهم ثلاث ساحرات. أخين جايين يقابلوا تلات إخوات. مرحبا بكم في نهاية كل شيء، مرحبا بكم في نهاية كل شيء يا أبناء كوكب تايتن، مرحبا بكم في مقبرة الآلهة. ثانوس بيبص للساحرات وبيلاقي قدامه حفرة مليانة هياكل عظمية، وبيقول: أنا جيت هنا عشان ترجعولي قوتي، ومش شايف قدامي غير مقبرة، جاوبوني قبل ما أقتلع ألسنتكم من جماجمكم الضعيفة. الساحرات بيردوا عليه: أنت ما تقدرش تعمل حاجة يا ثانوس، أنت مش بس دلوقتي ضعيف، أنت حثالة. إيروس هنا بيحاول يستخدم قدراته العقلية وبيتحكم في الساحرات عشان يدوله اللي هو عايزه، بس الساحرات بترد عليه: إحنا عارفين كل حاجة، عارفين حالة ثانوس، قوة ابنه وتحالفه مع ليدي ديث وقوة الفينيكس، واحنا مستعدين نساعد ثانوس، نديله اللي هو عايزه، بس انك تستخدم ألعيبك التافهة على ساحرات اللي نهائية فدي إهانة. وبيطلقوا عليه صاعقة من البرق على جسمه، بتسقطه على الأرض في ألم وندم على اللي عمله. أما في كوكب تايتن، ثين ما بيلاقيش ثانوس على الكوكب وبيلتفت لليدي ديث: أنا قلتلك كان لازم نقتله لما كان في إيدينا الفرصة. ليدي ديث بترد: مش مهم هو فين دلوقتي، ثانوس ما بقاش تهديد لينا، أبطال الأرض جايين يحاربوك، تعال نحتل الكون كله، اخضع سكان الأرض، اقضي عليهم، خلي أرواحهم كلها تغني باسمي. ثين بيسمع صوت، وهنا بيظهر قطاع الطرق اللي كانوا في أول القصة، واحد فيهم لابس خوذة ثانوس. ثين بيتغاظ، بيهددهم إنه هيقتلهم كلهم، بيحكوله كل حاجة حصلت، وإن مركبة جت فيها إيروس ونيبولا وترايكو وخدوا ثانوس لمكان مجهول لحافة الكون. ثين بياخد خوذة أبوه وبيلبسها، بيعلن إنه إله، بيقطع رأس قطاع الطرق وبيتوجه مع ليدي ديث لثانوس عشان يقضي عليه نهائيا. أما بداخل الثقب الأسود، الساحرات بيستمروا في صعق إيروس اللي جسمه بقى شاحب وبيكبر بسرعة لغاية ما بقى عجوز. الساحرات بيقولوله: إحنا أقدم من الآلهة، أقدم من العوالم كلها، أنت فاكر نفسك حاجة يا إيروس، أنت مجرد طفل وضيع، أضعف مما تتخيل، لازم تتعلم الأدب، تتعلم التواضع. هنا إيروس بينهار وبيقول لهم: لا إلا ده، أرجوكوا كفاية أتوسل إليكوا، ارحموني. الساحرات بتوقف طاقتهم الملعونة عن إيروس وبتعكس تأثيرها، وبيرجع شاب تاني وبيقولوا له: تاني مرة لما تستخدم ألعيبك الذهنية دي على أسيادك افتكر قد إيه كنت بتتوسل قدامنا زي الكلب. هنا ثانوس بيضحك على إيروس، إيروس بيحس بإهانة وبيقول له: إيه مستمتع باللي بيحصل؟ مستمتع وأنا بتهان؟ وبينقض على ثانوس، بيوجه له ركلة قوية في دقنه وبيفضل يضربه بلكمات متتالية في ثورة من الغضب، وهو بيقول: أنا دايما كنت بعيش تحت ظلك، تحت شرك، عارف إيه إحساس لما يتقال عليك أخ الشيطان، ودلوقتي أهو بساعدك. وبتضحك على إهانتي ومعاناتي. ثانوس بيبتسم وبيرد: لو كنت شجاع أكتر يا إيروس كان زماني احترمتك. بيقوم ثانوس من الأرض وبيوجه كلمات للساحرات: أنا اكتفيت من اللعب ده، أنا هنا جاي عشان حاجة، عشان قوتي ترجع لي، كفاية تضييع وقت،
الساحرات بيقولوا له انت صح، هم حقيقي حراس الموتى والآلهة المنسية، بس هم مش هيقدروا يرجعوا له قوته، الحفرة هي اللي هترجع له قوته، لازم ينزل الحفرة بإرادته ويخضع لمحاكمة على روحه، ولو عدى المحاكمة دي قوته هترجع، ما عدهاش هيفضل متجمد هنا مع الآلهة على جدار الحفرة للأبد. ها يا ثانوس، هتنزل الحفرة ولا هتهرب؟ ثانوس بيرد انا ما جيتش المسافه دي كلها عشان اهرب من قدري، وبيبتدي يتسلق الجدار اللي جدرانها البائسه بتمسك في ايده بتجمد جسمه كله، وثانوس بيتحول لحجر. الساحرات بيبصوا عليه وبيقولوا لا مجال للعوده الان، الحفره مستحوذه عليك ولازم تعدي الاختبار. ثانوس بيصحى بيلاقي نفسه جنب الافنجرز اكن واحد منهم، بيقول جمله كابتن امريكا اسمبل، بيهجموا على ابومينيشن. ثانوس بيوجه اعضاء فرقه العداله بيقول لهم يهتموا بالجرحى ويساعدوا الناس. فالكون بيقول له انا مبسوط اني شفتك تاني، وقبل ما يكملوا كلامهم ابومينيشن بيوجه لكمه لثانوس. ثانوس بيبعد فالكون عن الطريق وبيطلق شعاع من الطاقة قوي على أبومينيشن، وبينهال عليه بشعاع تاني بيخضعه، وبيقول له إياك تقرب من الأرض تاني، المدينة دي تحت حمايتي، الأرض كلها تحت حمايتي. باقي فرقة العدالة بيحيوه على اللي عمله، مبسوطين إنه أنقذ المدينة. في الوقت ده ثين كان وصل للمركبة اللي فيها نيبولا وترايكو خارج الثقب الأسود. ترايكو بيحاول يستخدم رشاش المركبة وبيطلق مئات الطلقات على ثين اللي بكل سهولة بيضرب بقوة فينيكس المركبة وبيدمرها. بتسقط المركبة المحطمة على كوكب بدائي مجهول جنب الثقب الأسود، بيخرج منها ترايكو نيبولا. ترايكو ما بيلاقيش قدامه غير رشاش مركبته المحطمة، بيشيله وبيوجه طلقاته للسماء استعدادا لثين. ثين بيظهر بينقض على ترايكو بأقصى سرعته، مش بيديله حتى فرصة انه يطلق عليه الرصاص. بيوصل للأرض وبيشيل ترايكو من رقبته وهو بيقول فين ابويا فين ثانوس. اما في برج الافنجرز، ثانوس واقف قدام كاميرات المراقبة بيراقب العالم كله. بيخش عليه فالكون وبيقول له الارض في امان دلوقتي بسببك يا ثانوس. ثانوس بيرد انا مبسوط اننا قضينا على ابومينيشن. فالكون بيكمل وسكان تايتن برضو ممتنين ليك، هم في امان بسببك. تايتن؟ هي مش تايتن اتدمرت؟ مالك يا ثانوس، في حاجة غلط؟ انت تعبان؟ انا حاسس اني ناسي حاجة. وفجأة الشاشات اللي قدام ثانوس كلها بتظهر ذكرياته، بتوريله كل حاجة عملها، كل واحد قتله وكل كوكب دمره وكام أسرة عيطت بسببه. ثانوس بيفتكر كل حاجة، بيفتكر انه في اختبار دلوقتي، بيفتكر الساحرات وابنه ثين. هنا فالكون بيبص لثانوس وبيقوله انت ممكن تفضل معانا هنا، تفضل اعظم راجل عايش على الارض، تعيش هنا في سلام في امان بعيد عن الشر والكراهية والغضب والفساد. هنا ثانوس بيضحك بكل قوته انتوا كده بتغروني، بتغروني بالحب بالسلام، هي دي الطريقة اللي هتوقفوني، انا عارف انا مين كويس ومتصالح مع نفسي قوي. وهنا بيسقف بايديه الاثنين على دماغ فالكون بيهشمها كلها، وبيخش على الافنجرز بيدبحهم كلهم وهو بيقول انا محطم العوالم، انا ثانوس المدمر، ودلوقتي رجعت لي قوتي. بيستيقظ ثانوس من سباته العميق وهو بيصرخ وبيرحب بقوته اللي رجعت له. أخوه بيساعده يطلع من الحفرة، بس ثانوس بيطلق عليه بلازما من الطاقة بتطيره في السماء وتوقعه على الأرض وهو بيقول ده رد اعتبار بس عشان مديت إيدك عليا. بعديها بيلتفت للساحرات بيطلب يخرجوه من هنا وإلا هيقتلهم. بيفتحوا له ثقب أسود بينقله لابنه الجاحد يعلمه الأدب. في الكوكب البدائي ترايكو بيقول لثين القوة بتفسدك يا ثين، ما بقتش عارف حتى انت مين. هنا بتظهر ليدي ديس بتقول لثين يقتله، ونيبولا بتلاحظ وجودها بتوجه مسدسها عليها انت جيتي منين؟ ليدي ديس بتقول لها انا في كل حتة في كل مكان فيكو كلكو. وهنا بيظهر ثانوس بينقض بكل قوته على ثين بحذائه بيدوس عليه. ثين بيقوله ابي انت جاي تواجهني؟ لا انا جاي اربيك، انا غلطان اني جبتك للعالم ده بالصدفة وانا اللي هاخدك منه، انا ثانوس انا رجعت. بتظهر قوة فينيكس الحقيقية جوه ثين وبتبتدي مواجهة شرسة، مواجهة هتدمر كل حاجة، مواجهة بين الطاغية وابنه المفتقد للحنان. الباقي بيحاولوا يهربوا، بيحصل تبادل لكمات قوي بين الاتنين، انا هقتلك يا ابي، هقضي عليك، هقضي عليك للابد. الكوكب كله بيتدمر، قوتهم مجنونة وجبارة، وراء الظلال بتقف ليدي ديث مبتسمة مستمتعة اللي بيحصل، قدرت تضحك عليهم كلهم، قدرت تتلاعب بالأحداث، صراع الآلهة، أب وابنه، يا لها من متعة. ثانوس بيشيل جبل عملاق بيرميه على ابنه ثين وهو بيصرخ انت عار، عمرك ما هتوصل لي، عمرك ما هتوصل للي أنا عملته. بيمسك راس ثين وبيضربها بركبته وهو بيكمل كان لازم أقتلك من الأول يا بني، كان لازم أقتلك وانت في بطن أمك بإيدي دي.
ثين بيقدر يصد لكمة ثانوس وبيبتسم ويقول له انت وقتك خلص ايها الرجل العجوز، وقتي انا لسه بيبدأ. وبيضرب ثانوس بكل قوته لدرجة انه بيدفعه للفضاء. في الفضاء المعركة بتستمر وثانوس بيضحك، انت مش قادر حتى تسيطر على قوتك المرعبة دي، فعلا حثالة ملكش قيمة. بيمسك سين من رقبته وطاقة الفينيكس بتشتعل وبيدفعه بكل قوته على الكوكب البدائي. سين بيصطدم بالأرض وبيسبب دمار في أرجاء الكوكب. ثانوس بينقض على سين وبيدفعه بكل قوته لباطن الأرض لغاية ما بيوصلوا لمركز الكوكب وبيخرج بيه من الناحية التانية والكوكب كله بيتدمر لأشلاء. بيشيل نيزك عملاق من بقايا الكوكب وبيرميه على سين بكل قوته، بس سين بيقدر يتفادى النيزك. وبيمسك أبوه بيدفعه جوه الثقب الأسود، والثقب بيسحبهم هما ونيبولا وترايكو جواه لغاية ما بيوصلوا للظلام، للحفرة عند حافة الكون. بيقف سين وثانوس على أرض صلبة لسه هيستمر القتال. بتظهر الثلاث ساحرات اللي بتحيي سين وبتقوله مرحبا بك يا سين ابن ثانوس، أنت هنا في نهاية كل العوالم. للأسف مش هتعرف تستخدم فينيكس هنا، أنت مش بتملكها من الأساس، وفينيكس لازم تتحرر. وفعلا بيطلقوا عليه بلازما من الكهرباء وبيحرروا الفينيكس من سين. بيفقد سين كل قوته، بيرجع تاني طفل ضعيف من غير قوة. ثانوس بيلكمه لكمة قوية، وهنا نيبولا وترايكو بيجتمعوا تاني بإيروس وبيساعدوه يقف. ثانوس بيمسك رقبة ابنه سين وبيرفعه في الهواء. سين بيبتدي يتوسل، أرجوك أرجوك انت دلوقتي بتتوسل، مش كنت من شوية عايز تقتلني؟ بس ما تقلقش انا مش هقتلك، يعني هتسيبني امشي؟ ثانوس بياخد خصته من سين وبيلبسها وبيبتسم وبيقول له تمشي، في حاجات كتير اسوأ من الموت، وانت كده كده ما تعرفش انت مين، فاعتقد ان انت هتفشل في الاختبار وهتفضل هنا فترة طويلة قوي. ثانوس بيرمي ابنه سين جوه الحفرة اللي وقع فيها. ابنه بيحاول يتشبث بإيد واحد من الأحجار الموجودة، جسمه كله بيتجمد وبيتحول لحجر، وكلماته الأخيرة كانت أبي أرجوك أنا آسف أرجوك أرجوك. ثانوس بيبص له وبيضحك، الوداع يا سين، عمرك ما سببت لي غير العار. ليه يا عم عار؟ كل شوية تقول له عار عار عار، ما دخلش هندسة يعني زي ما كنت عايز ولا إيه؟ والله دمي خفيف. هنا ليدي ديس بتلتفت لثانوس زي التعبان وبتمسك وشه، انا رجعت لك يا حبيبي، انا عملت كل ده بس عشان بحبك، عشان تلاقي نفسك وترجع قوتك تاني، تغزو العوالم جنبي، انت تستحق حبي. ثانوس بيرمي ايديها بعيد وبيقول لها حبك؟ انا دلوقتي ما بقتش عايز ولا محتاج حبك، انا بنيت نفسي من جديد وهرجع اللي خدتيه مني. بتلتفت الساحرات حوالين ليدي ديس بيقولوا لها ان ما بقاش ليها مكان هنا، بيطلقوا عليها طاقتهم الجباره وبينفوها بعيد عن المكان. ثانوس بيلتفت لإيروس ونيبولا وترايكو، ايه فاكرين اني ممتن ليكو انكو ساعدتوني؟ فاكرين اللي احنا دلوقتي بقينا حلفاء اصدقاء؟ انا مش محتاج عيله ولا اصدقاء، اتعفنوا هنا للابد، ما بقتش مهتم. وبيسيبهم وراهم وبيخش جوه الثقب الاسود لغايه ما بيوصل لعرشه للبلاك كوردنت، هيبني اللي تهد تاني. ووسط جثث جنوده بيجلس ثانوس على عرشه بيعلن انه رجع تاني ومعاه رجع دمار كل حاجة. وتنتهي قصتنا على كده، اتمنى تكون عجبتك. لسه فاضل جزء كمان، والجزء الجاي اقوى جزء، ثانوس ضد الملك ثانوس، فجزء قوي جدا. اتمنى تعمل لايك، اللايك بيساعد جدا، تعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة وعجبتك القصة، وتفعل جرس التنبيهات وبيس.